بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قهدار بنار ترزدار صلاة خدر سروابن ادقال خلاكا كاديش برنامي و برنامي تابعيان تابعيا برايت عزيز الصلاة نطحفت مشاختي الهيفا ذي الحجة سليمان بن عبد الملك خليفة دولة أموية إذ قال هردو كريتخوا قصتا ما كهيكر إب إنياتا حجة بشتي طوافة خلاص كري الخلامة كي قوتي كان سيدا خلامة مشي قوتي وي هيا الروشحالات مزجفتي ينبجا خوابكت سلیمان بن عبدالملک الجارهدو کرتوا اش راخ کلا کو کعبه راست قستا روشلات مسغت ی حرم کرن دا قستا سیدای بکم خلام او خدمتکار دوی دستاویته خلق دا پاش دارکی بو وکتن انه سلیمان گوته خلام او خدمتکارا اش خلق کی بگرهن او کس شریکومن ناراکم الوی جه ها به هر کس کی ی همین رو وا الطراز یا خد تعالی دا وکی اګه او تينا يه تقواوي بتر بتن تعالى عبد و ملك الوه ديواني رب العالميني وكي ايكن وكي دهند شاينة انا او هر دو يا سيداي كرن دا بچن ديواناوي ري نخواري برا خودني سيدا هشتا نوجه خلاص ناكريا بل خلقه زور يل درمانا كوم يل حتى نوجه خلاص بكتن دا بسياري ديني جيبكن او جي رينشتنا خواري اتريزا جماعات اذا ديوان دا, دي دا رينشتنا اللي حتى نفيجا خلاص كتن ساحت كنّي ابا عبدا كي يعني سريوي يه وكي زفركيا ودفناويا باطشيا وصاير رشا دي بيجي افا قره بشتي نفيجا خلاص كري السليمان بن عبد الملك زفري وبخير هاتن بيكر سليماني دا بسيارة مناسك حاجة اش سيداي كرن ايك حتى بسيارة قهامي جاكرين، و يك سيداي ندا إلا او نبت يا تيدا قوتي قال الله وقال الرسول انكو همي بار سفيتو ببالجا خشكو برايت عزيز بشتي اشويري رابين اش ديوانا سيداي رابين قستا اه كرت كرتنا برا صفاي مروايدا أه بجن غازيك هاتي غوتي اي جالي خلقي كاس فتوى وبسيارة اشتو و وعالما ناكن إلا عطاء ابن أبي رباح تينابة يانجي عبد الله ابن أبي نجيح ايك جوان هاردو زانا بخوا اختيار كن بسيارة كراكش كريت عبد كراكش كريت سليمان بن عبد الملكي غوتي باشا سا... باشا باب باشا أف غازي كرايت بيشتن بسيارش كسي إلا عطاء يانجي عبد الله با أبي قوادي كيبي يتهم دي وتا بسيار جيكرين ود برسبت خو جيده يعني تشتكي اساسي جابات دا او هنت تقدرو ریس ندادن گتي كرمن ها ايك شوانا او عبد الله بن او عطاء بن ابي رباح باش سليمان بن عبد الملك گتا كريت خو اي گلي كريتمن گتي بالي گتي بوها يعني علمي ور بگیرن اب علمي او زانست اب دتا درجه ملکی اب دکی يه حبشي دتا درجه پاشا او ملكا اخفتنا سليمان بن عبد الملكي الروستا. اف سيدايا عطاء بن ابي رباحة اصلي بخلك حبشيا، مروفاكي الرشبيستة جنكه جنكيت خلكي ماكيه او بوخا بارا كريبي بل واختي برا خدايا، اف عبدها يعني هنت مروفاكي تقوايا، وأهل ديانتها روجانا الصحاري حتى افاري، يدمي خوت بورين تلمس جفتا في غنبري لدف صحابا و زانا دغه علمي ورګرتن سره رايوي چې انده برخه ته اند انسانکي يې اشخودې ابطرسه جلا جلاک انسانکي پیروزه اينا ربي اوي جنکه ها گردن عطا ابن ابي رباح او زاکر ګتي بلکي اوا بتزانه كي مازن مفاهي مازن به امه اسلامي جيبته ورګرتم خوشکو برایت عزيز عطا ابن ابي رباح د مخه کې بیا سي پښت د مكي يعني پشکه تشوي دمي خدمتا یعنی یہ اودیا خوت کر خدانہ خوت کر خدانہ خوت کر اوجی سئی اوجین اوبہ دی او جی یعنی چھو مس گفتہ پیغم بری علمی ور بگیرتن بش دی جی چھ گوا ادبی شب قسطہ محربہ پھیغم بری کر سلامت خدر سیربن اتمر سردار پیا حتہ سہارے فرستنہ خد تعلیٰ کر عبادت تکر کر ادگری حتہ بنگے سہارے خوشکو برایت عزیز حو سا يعني عطاء بن ابي رباحي يعني جيانا خو ادبرة السهري ادبيجن جارك عبد الله بن عمر هاتا حرمه يا خد تعالى هاتا مزجفته مزجفته حرمه خلك كل دور كومبي بسيارة دين خوجي كرن انا عبد الله بن عمر غوتا اس اش خالكي ما حباتيما حيبتي ما اس يعجب ما تشوا اي كي عطاء بن ابي رباحي المكاهيه وبشتينغي هين بسياره اش متكن خشكو عزيز عطاء ابن أبي رباح في بلاو پلو باياه هند بلندش علمي وزانسته وتقواه يبدو صفتة صفتة ايكي اوى بيكو اوي زبطا نفسا خواه نهلا مجيل ببطن اب تشتيه بمفاوة و هروسا زبطا وقت خواه جي كر وقت وي ببورطن اب بلاشي اب آخفتن بمفا شو فايدة دانا ابو حنيفة أتبجتن من من ب خلاط کې اتسنته پیغمبري دا صلوات الله سره ما کوم 5 بين د پنځ خلعتي تو سنتي پیغمبري دا کړ صلوات خدای سره پیغمبري بن ابو حنيفه پښتنجار کې اس هات ما یعنی حاجه پښتې من حاجه خو بډو ما یک اينای من قصته حلاقه کې کړ دا سره مپ تروشه گوتې از ګهشتم د حلاقه کې من گوتې ته دې سره مپ چنده چېتې اينای ګوت ګوت هم ګوت ګوت هم مناسک حج بازار سرنا ته کین من شرمته بحثه چندې ته بحثې پاره کاله سره ته چندې چک هم هماکاته چی په چبي ویب دمن ino got as من ګلک شر مخواکیر بران بروي پساری پاشي got as رینشت مخور داسري من چکت من پښتا خو د کعبه got gotama بزړه بري خدا کعبه ino got اليريجي من پتر شرم کړ وختي اس رینشتیم gotي من رخه چپه بالوي بلد داسري مپ تراشته got gotama بزړه عمليکه ام دې اش رخه راستي د سپکيم gotي من پتر شرم کړ گوتی پشتي اس يعني خلاص بم سري مطر شي گوتي اه گوتي وختي سري مطر شي اسي مط بم اسنه اخفتم ګد ګتام بو شي تو نه اخوي او تو بو شي ذکر خدای تعالی ادبر سرتراشي نهي گوتي هر دي سوس ما عجيب ګرتي پشتي اس رابم ګوګتام جو دکي واشي پشتي سري مطر شي ګدمن گوتي دقيسته حواله تخکم بلکي ام سفر يقه داس پپ کینو به چينه مالت خو گوت من دی چوا چی بری تو در سنت البر که کعبه بکی گوتی من اسما ما عجب گرتی گوت من گوت یا ربی باشه ابا حلاقه یانجی زانا کش زانایت یعنی یت اوی باجره ره گوت من جوتي تو چه تشتی تو چه کسی تو زانایی گوتی نخیر یعنی گوتی اسنا زانا ما گوتی اف علمه پاتش تشکیور گرتا و اف سنت و اف زانسته ها گوت همی بخوا اش عطا ابنو ابی رباحی من بخوا شوی ورگرت واسيا نشا خلقه كي الدم خشكو برايت عزيز عطا ابن ابي رباح اف تابعيه بيروس اف صحبه تامر سر و امچ روكاوي ودغو هيزين دنياي همي بيك ابن ابي رباحي كر با عطا ابن ابي رباحي يعني ردا في دنياي كر و في دنياي و دنياي بخا ور بخوده اب شارزا. اوت شارزا ولسر سيرتاوي راستاينو نبيسين بجن عمري خو حميه احتمالا قميصك الباربي بهاي وي قميص کي ابتنې 5 درهم دي وي همي خلفا حجي هاتي ستر كرسي کي خلافت داخوا ز عطائي کي بچي ديوانا وانه او حوالي نياوان بكتن بلکي حتى به بكنه برپر سكيش برپر سيد دولت يتبازن بلې پ با عطاء ابن ابي رباح او چند او چنده ناكر قصته ديوانا مازن او برپر س او خليفه ناكر او ترسا کو دينېوي گلدنياوانه تکل بهت خاشي نمبر 5 الدين خاشي ببينتن و هر وصا نجدنيا واناجي ببينتن عثمان الخراساني ادبيجه اس اد قال بابخا امچوين داقست الشامكين دا تشين سرا هشام الدين هشام بن عبد الملك اف خليفه دولته امويه گوتيا بنزيكي دولة دولته بنزيكي بن دمشق بين گوتما بر خدایه يعني عبدكي ي حبشي ي رش الكركي رش ي سياره قميسككي كاون پنيكريا و چاکیت که کیر سر ملیوی هشتا خرابتر اش قمیسی اشپنیا و ما برا خدای کلاو اگش سری یعنی لفکیت کلاوی حسای جور ده هاتی نخواره حتا هاتی نراستا آلکاوی گوتي وصا کنی من په آسمان عثمان خراسان بشتن از په کنیم گوت بابی من که لنجا کلمه دا گوت گوتا من بوی مروویت کنی ما او نا عطا ابنو ابی رباحا گوتي پشتی هنگه ام نزی بین گوتي باب مجدوارا خواهاتا خواره او جیش کره خواه تا خواره هر دو پیگ و خواهوه تا ایکو دو ودیارا دوسته تکن گوتی پسیارا حال ایکو دو کر ال دوارت خواه سیار بین پسیارش بابی مکر گو گوتی تو کی بچی گوت من گوت والا از دیوانا دي از دی دي دیوانا هیشام اکم هیشام بن عبدالملکی. المالکی گوتی اجی ریونگ اوی دیوان ما و چون حتی هشت نبر بر درگهی درگه بها تا وکرن قدره که چون ماند جور با. و اجارا کادی درکت نوه

او گوت یا هشام عطای البر یعنی نه لا پیویا درگه وانا و درگه بوکن او بخواب خواه سر عرش خواه تا خواره و بن دیوانه و درگه بو هر دکا وکر او گوت وی اهلا و سهلا و مرحبا بوان بو مهوانت بیروز و ید برکتی گوت دست عطای گرد و بر سر دیوانه و دینا جه خواه و البرانبری وی راوست و رینشت خواره خواب چوکی وی و دست هاویت پسیارا حالی وکرد پشتی عطای بر سواوی دای اینا هیشامی گوتا عطای گوتا کرم که سیدا تا چی داخوازی هیا دا از اوان داخوازی همیه بوده جه با جیب, جیب کم تا شولک هیا تا پهاتی حاتی بله از اف شولکی حاتیم شولتا چه سیدا گوتی از هاتیم حاتیم دا بوتا پسیارا دا بحث حاله خلک مکه و مدینه بکم اوه اهل خودینه و اوه جیرانت پیغمبرین نه صلابت سربن اوه بسرمانت دست پیکه نه ای هیشام گوتی تاکوا خدای تعالی بکه ارزاق مینا یت فقیر بین نانی نه بخود اسي حاتم داخوازا یعنی معيشته ونا مطابقا اينه هشام بن عبد الملكي گوتا كاتبه خوا نويسره خوا گوتی بو صلا كه تمام ارزاقي بو خلک مكه مدينه ورګه پاشي گوتی اي سيدا عطاء تچي داخوازي ديهيه گوتی اسي حاتم دي سابا د پسر دا بحث حاله خلک حجاز بوتبکم اجدار و مکه او مدینہ اوجی اصل عربان او سرکرده او پېشوایت بسرمان همي خلک وی ناو چوي منطقه نه حالوانجه نه خشط طنګاون د برسینه ino hesha mi guta khola me kho guti بو سالکه ارزاق یعنی ارزاق سالکه وو منطقه حجازیږي ورېکه پاشو گوت سیدات چې دا خوازیه دی هیه گوت اسي هاتم دا بحث حاله لشکر اسلامه بکم اوید بروانیش حدود و سنور دولت اتکن او جه هکر برسيبین او جه اگر نمان خلک دسته نور دولت اسلامي بعضینتن او ارذ و ناميس و دینمد اجدس چتن لو مصیحاتم پساره حالوانه بوتبکم او اوانه نه اله برسيب پښتا خو نه داوانه پټه پوانب ګا اینا هشام بن عبدالملک گوتا غوتا خوله مخه غوتی ارزاق دو سالا بو لشکري اسلامي سر حدود ستو راجي وریکن پاش غوتي اي سيداي عطا تچدي هيا دا دخوازيقه د جب ته بينم غوتي اسي حاتيم دا بحث حاله اهل ذمه بو ته بكم اويت نه بصرمان بل پا اوجي رعايت بصرمانه د دولت د اجين اينه غوت باروانا ګران نګه یعنی اش خوکو خرجت ګران ندی نصر پشتوانه باروانا ګران نک اسهاتم داتونه کیش باروانا سويکی ګوتخه خلا میخه رجاء کوم مازن نسبه کوم مازن اش اوخکو خرجت بسرمانه اش اهلو ذیمه ورګتن جیبنه خوره د باروانا سويک بدن پاشی ګوت ای سیدا ګوت بله ګوت تا چدی ته چت شته دی هيا ته چ دا خوازت هيا بوتابکم ګوت اچ ویری په وجه من نصيحتک یا بوتای ګوت کرم ک از وکی عبدکی البرسینگه تی رابستایم. گوته تقوه خود تعالا بکه ایهی شام ات نفس خدا با، ات نفس خدا. تو خود تعالا ابتني خود تعالا تو یه دای. او ابتن دیگه دبتن میری. و هر ابتني ابتن دیگه محشره. ابتن جد برم بر میزان در راستی. ابتن جی خود تعالا ده بسیاره اشتاکتن. و جد تقوه خود تعالا بکه ات اون همیت اشتادا. گویی هیشان بن عبدالملک سرخ خدا ایناستش ده البرانبری عطاء ابن ابي رباحي ودست هابتي حتى غوتي او اردوي سري خو دايناي شل كير شرهون كيت خو عطاء ابن ابي رباحي هشام بن عبد الملك هيلات توي حالتي دا او اج ديوانه درك ام هاتينا بردروكي ابا بابي عثمان بيجتن غوتي ام هاتينا بردروكي غوتي خلامة كي غازي ماكر ما بر خداي كي زيراية زرا يوي غوتي غوت غوتا عطائي كرم كسيدا ابا دياريا هشام بن عبد الملك يابوتا بوتا غوت يعني عطاء ابن ابي رباح قلت حاشاي من اس افان بارا ور بجرم قلت اف قران خوان او ادبيشتن ما اسالكم عليه من اجر ان أجريا الا على الله وما توفيقي الا بالله قلت اس داخوزا اجريناكم برامبر افكار دعوة افازيتكم بل كي اجري من الدفرة بالعالمين يه نفسيا خوش برايت عزيز اسمانت بجد بابي من قوت والله ام چوين ديوانا هشام بن عبد الملكي و دمى همى اما بوران و ام در كاتين ابن ابي رباحى الديوانا هشام بن عبد الملكى نوى خوشك برايت عزيز عمره عطا ابن ابي رباحى جهشتا ست سالا عمره تير زانستو تقواو بيروزي جاميري يعنى حفته جاره يجوى حجه اتبجدن حفته جاره ال السرقوبيت كا عرفات اسيره و وحفته جاره جى من بسيره خدت تعالی کری من دا خوازه کېری مش اگري جهنم به پرستانه او به تبحشته رحمتا خدې السر عطا ابن ابي رباحه وقتي ازرايل هاتيقدر قبضه رحوي کېت بل خدای باروي ايش دنياي گلا گلا کې سويکه بلې په باريد گلا کې تمزن تماتي چيو اش تقووي پرستانه خدې تعالی او طاعتي يت خوب کېري بروجا اخرت روجا طنګاويه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته